بحثت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم مع ممثلي كيانات مصرية بالخارج لاستعدادات لعقد المؤتمر الثالث للكيانات المقرر انعقاده أغسطس المقبل. وخلال لقاء وزيرة الهجرة عددا من ممثلي الجاليات والكيانات والنوادي المصرية بالخارج افتراضيا، أوضحت نبيلة مكرم أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الكيانات، وأن علينا العمل معا لتعظيم الاستفادة من دور القوى الناعمة المصرية بالخارج.